الحمد لله على هذه الساعة الزينة الميمونة، كثر خير ربي واللي رانا حيين ونشوفوا بعضنا وشي خير من شي. مباشرة قبل ما حسين الفيسبوك نولي نبدأ به بعد بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ومرحبا بكم. والفيسبوك ديركت حاطين الفيسبوك، طلعوا شوية، طلعوا جماعة على ديفيزيون بلال وباسم الصطيفية اللي راه محاكمين البث. تحية الناس الصطيف راهم يحقروني، تحية ليهم. اسمع نضرب لهم الشيتا باهم يقطوليش الفيسبوك، باسم وبلال وتوفيق. طلع هايلة الفيسبوك تاع الشيخ النووي https دبل زوج نقاط فوق بعضاهم زوج طارق مايلين www.facebook.com مطرق مايل طالع حابط مطرق مايل. هذا هو الفيسبوك تاعي الحقيقي. الناس راهي تشتكي تقول الفيسبوك، والفيسبوك تاعنا احنا الصفحة راهي للجميع، انتقدوا قولوا واش حبيتوا، ولكن هذاك الكلام اللي اكل على بالكم ما كلاه. انتقدوني قولوا لي شيات، قولوا لي مهبول، قولوا لي خرج عقله، سموني واش بقيتوا، سميني شرقي، سميني قاربي، سميني بلدي، سميني بحري. انت تقول لي شرقي برقي، وانا نقول لك انا جزائري، وانا نقول لك انا جزائري. هذه ملعقة حسينة. المهم نبداو كما عودناكم بفيديوهات تاع جيش النووي العظيم. هذه راهم دايرينها قصره واقع الجماعه، قال لك راهي تمهبلوا كاع يا هذو البراء. ان شاء الله هما اللي يخرجوا بكم يا ذيابه، رانا نربوا فيهم باش يصيدوكم يا ذيابه. الذئاب في كل مكان. اطلق لي يا جيش النووي العظيم. احبس على احبس مقتدى الصدر تاع العراق عنده جيش المهدي ولا تحسدوني. اي اطلق اطلق هابط طلع. ها ست شهور وقيل، راني بشويه بشويه غلا الحق من النهار الاول. اقلب الطابله اقلب الطابله على الذيابه، اقلب الى قلب الذيابه. ها يا ذيابه، انا اقول لكم حاجه والله العظيم، نورما مو تشوفوا هذه الصور غيتحشموا. انا نقول بلي فيها بيتوبوا كي شوفوا هذا الشيء، يا جدكم وين تروحوا، يا صراكم كيما هذاك تاع البحر وامامكم والعدو وراءكم ايتها الذئاب اللئيمه. هذو ذيابه. نبدا اليوم يا حسين، واش عندنا الاول يا ابن حمو تاع الكرامه؟ عيد الكرامه والفدايه عيد يا عيد. أو هذا ابن حمو حزب الكرامه تعرفوه بلا ما ندير له الاشهار ونسميه كاع. خرج واحد الخرجه ما يكسب في البرلمان، قال واحد الكلام ما كناش كاع نتوقعوه. المهم سمعوكم الكلام تاع ابن حمو ومن بعد نعلقوا عليه ونفوتوه للبورصه، قال لي يطلع ولا يهبط. هيا اطلق لي ابن حمو، اسمعوا مليح. احنا كنواب ما كناش في الواجهه، احنا كنواب وخاصه في الاحزاب الكبرى جينا باركوطا، باسكو كاين اللي هنا افيك الاحترام وجونفي ديغولي اجوردي، كاين اللي هنا راه موجود معنا في ليميسيكل اللي مرته وما تفوتيش عليه وكان ماشي الكوطه، كاين بعض المسؤولين كبار وبعض الوزراء لو كان ماشي الكوطه ولو كان ماشي الاداره ما يوصلوش البرلمان، ولهذا اريتون دانسولتي لادمينستراسيون، جو نو ديفون با لادمينستراسيون. نحبوا شويه احترام للزملاء. نعم نعم، ما نحترمهم، مي جو دي لا فيريتي. السيد الرئيس المحترم، واختم، تعرف واش خصنا في الجزائر؟ ما خصناش القوانين برك، خصنا الناس مخلصين، خصنا الناس وطنيين، خصنا الناس اللي ما جايينش على كرشهم، أنا بزاف اللي جاي على كرشة هنا، بزاف اللي جاي من مسؤولين في المستوى. احبس. في الحقيقة الكلام تاع سي بن حمو كلام جميل جدا جدا جدا، 20 على 20 كلام، يعني قال كلام صواب. وهنا يا جماعة احنا علاه درنا لكم الكلام تاع بن حمو؟ باه نقولوا وشهد شاهد من أهلها. ها بن حمو نايب رئيس حزب يشهد باللي جماعة كاع تاع كوطات ما كانش كاع الكفاءة وكاع همهم كاع جايين على تروجهم ذيابة. بن حمو يشهد باللي كاين ذيابة. بن حمو يا بن حمو، هذا الكلام كما كنا نقولوا لك فيه بكري
كنت لا لا كنت تقولنا لا 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 ها وتقولنا راهي تو فابيا رانا ما كاش تزوير انتوما يا هادي خارجيه وانتوما ما تزواوش انتوما اعداء الوطن ودركا يا بوي دركا انت تقول الكلام هذا اما ننتظرك انا نقول لك باللي راهي تحرك فيك ايادي داخليه من الداخل تحرك فيك وعند النووي يا بن حمو هابط هابط عند النووي وعلاه بكري ما هدرش الهدره هذه تلعبوا بينا تلعبوا بينا حسبتونا بوبيات بوبيات تلعبوا بينا اطلق عليا حسين اطلق خي قلت لك بالحمو ما تعقوليش الاول نتخلق ونعود ندقدق الفيوزه قلت لك خليني من التالي اطلق عليا الصخجيه هذه ثانيه كاني كيف كيف معروفه لواحد الدرجه يا ودي ولاك معروفه في افريقيا يا شكيب خليل شكيب خليل انا والله الحسن صالحكم والله ماني شاتي نهضر عليه راني حاب ننساه صراحه شكيب خليل نحب ننساه حاب نديه في الماضي وننساه ونتهنى ونروح نشوفوا الجديد المستقبل يا ولا نبقاو شادين غير شكيب خليل شكيب نافونسي باللور شكيب خليل شكيب خليل باطيني بلاصتنا يا خلاص يا خلاص درتوا اللي درتوها وتفرق السوق روح ونتلاقاو غادي عند ربي وخلاص شكيب خليل دوكا كل سمانه معروض في زاويه كل سمانه يطرطق لنا في زاويه يلبس البرنوس الابيض ويهضر ويصرح ماشي ما انا ما قلتش باللي ماهوش من حقه من حقه بصح يا ودي روح بعدنا على خلينا نريحو ترونكي هي خلينا نريحو ترونكي لشكيب وعليه الخرجه التاليه ذي وقال دار تصريح البارح ولا ملعب اطلق لي شوف شكيب خليل شنو يقولها ولكن ما فيها اي اتهامات ما فيها اي شيء إيه؟ يعني قضائي ضدي يعني في اي بلد صح في الكواغط في الكواغط والله والو صح في الكواغط ما كان حتى دليل ما كان والو هذ الناس قاعدين ظالمينك الشعب قاعد ظالمك اطلق شوف قضيه يعني في هذا الاطار و ما يعني طالب اي يعني عمل احبس يعني ماني طالب اي عمل ها وروح بعدنا والله تحوس نعطوك لونساج ماشي لونساج لونساج اش تاع الشيخوخه لونساج الشيخوخه نعطو لك لونساج ولا غنعطو لك يا راه بعدنا شكيب على اساس شكيب راه بعدنا خلينا نزاوك حجمتك بربي عطاك شو زيد يقول يكون سياسي او شيء ولكن يعني مستعد لأساعد يعني البلد إلى مطلوب لذلك هذا اللي أقدر أقول أحب شوف أنا نعطيك نصيحة كمواطن جزائري ديجا أنت الهضرة هناك تهضرنا لبناني ما عرفناكش لا من مجدة ولا تلمسان ولا أمريكاني ولا تكساس ولا تلف فيها كاع شوف معليش تراك جزائري ما عليناش ما ندخلوش في التفاصيل حبيت تخدم الوطن نعطيك نصيحة من القلب والله العظيم بكل احترام روح بعدنا روح تخبى في دارك ما تبانش يا سيدي ما تبانش كي يروح روح تروح للزوي تخبى في برنوس روح تزور الولياء والله يسهل عليك علاه تعطي لهذا الوهج والصدى الاعلامي وتولي الناس تتبع فيك وديرك ديرنا بالفتنه واحد يقول واحد يقول شاكيب خالي الابيض واحد يقول لا راك حل واحد يقول شاكيب خالي علاه ديرنا ماناش لادين بيك عندنا حوايج اهم روح بعدنا حاب تخدم الوطن روح تخبى بعدنا شكيب خليل هابط هابط اطلق عليا اطلق احبس خليني اعطيني نسجلها اسمع يا جماعه يا جماعه الخير نفهمكم مليح كاين القدر الباور القوه وكاين العداله عندها قوه وكاين القوه تاع الراي العام ما يعرف لا باور لا دراهم لا يديك لا يجيبك الراي العام لا سكنت له حاجه في الراس خلاص ما تقدر تغيرها له وبعد تغيرها له لازم لك وقت والوقت ماهوش ماناش لاتين بهذه الامور عندنا حوايج اهم نبقى وحنا دوكا شكيب خليل صنع تراك شكيب خليل صنع تراك شكيب خليل قال شكيب خليل راح للزاويه راح منا شكيب خليل راح للزاويه ادي له الطعام شكيب خليل بس برنوس شكيب خليل هاي 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 خلونا نروح ترانكيل خلاص طبق علينا الجزائر فيها 40 مليون سبع ولا 35 ولا شحال من سبع يطلعوا الملعقبه
الارولاف كاين غير شكيب خليل. شكيب خليل شكيب خليل تقول ملح ولا سكر وقهوه لازم يا تطلق عليا حسين اطلق. هذه صخشيه يا ودي واش نقول حسين هذه صخشيه وشنو عويشه عويشه بخدي ليه بصح واش تكون هذه محاميه ولا حقوق الانسان ولا حقوق الطفل ولا مناقش منظمه هذه راه هذه مين طحت عليها مين جبتوا هذه مناضله فاه مناضلون بلا عنوان مناضلون هذه واش من مناضله يرحم والديك هذه كيما انا تكلخت لي البارح كنت واقيلا كنت في بومرداز وعين الدفلات تكلخت لي جبتو هدرتو معها حواره يا سيدي انا والله وجد بيدي والله ما تفوت يا انا اللي خلط لي في الدين شوف انا اللي خلط لي في شوف عندي ولا لله ولا الوطن اللي خلط لي في الدين ولا خلط لي في وطني والله يكون بوي والله ما نرحمه كون جات بيديها والله ما تفوتها اسمعوا واش راهي تقول اسمعوا لا لا عويشه كيف جرى بهنا عويشه والحراس اطلق شو عويشه اطلق في قضية تعدد أستاذة قضية تعدد أنتم لا أنظر ماذا ضد ونقول لك علاش هذا الشرع يا سيدتي اسمح لي هذا الشرع نجاوب لك على هذا الشرع نجاوب لك هذا الشرع وبشروط طبعا علاش ما يقولوش الشرع نو نو دابوغ النص القرآن يقول فواحدة إن خفت إن خفت ألا تعدد الله أكبر ولن تعدد الله أكبر ما كاش هذه من جهة من جهة لازم ما نكذبوش على الناس خاطر حنا نعرفوا الدين خير من هذول اللي تجاوبوا الدين تعرف كيف تعرف الدين خير من خير من الناس اللي يهضروا ابوي تعرف الدين اطلق واش تقول راه جا الاسلام لما جا في في, في وقته كانت جاهليه وتعدد الزوجات راهو ممارسه جاهليه الاسلام حدد بقصد من هذا هو احنا نتفاهموا العربيه نتكلم العربيه يقول وان خفتم ان لا تعدلوا فواحده ولن تعدلوا معناتها تعجيز معناتها وحده هذا هو الاسلام ماشي هو اللي جا التعدديه ما تكذبوش على الناس والله ابن كثير والله الطبراني الاسلام جاي ينظم هذيك التعدديه يقلص فيها حتى للمنع وهناك اسباب هذه ممارسات جاهليه ما جابها لا الاسلام لا المسيحيه لا دين واحد اخر يعني هذه نورمالمون يدخلوها في مقارنه الاديان في الشريعة والله هذا دين جديد راني نسمع فيه أبوي يا عويشة يا عويشة عويشة إبراهيم عليه السلام تزوج بهاجر وسارة يا عويشة محمد عليه الصلاة والسلام خير خلق الله تزوج وقع ب 14 يا عويشة إسحاق زوج وقع ثلاثة يا سليمان عشرات عشرات وقيل 80 و90 مرأة وابراهيم زوج سارة وهاجر ويعقوب يا حسرة يا عويشة جيتي في الدوميسيز سيز جيبي نادي الجديد ألا تعدلوا فلا تعدلوا ما علمكش الآية كيما دايرة أنت تعرفي العدل أنت تحاولي تتابعي قضائيا تابعيني أنا قضائيا أنت جاهلة ما تعرفي والو ما تعرفي لا الشرق لا الغرب يا روحي نعلمك انا نقريك فلسفه الوجود نقريك مقارنه الاديان ونقريك حكمه خلط مزج الماده بالروح يي 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 الا تعدلوا هذه الايه هذه صافي انت على حسب كلامك ابن كثير والطبراني وابن ماجه والجماعه الصحابه كاع ما كانش انت برك صرا لك كي بوك روح جبنا بقله جديده يا بويي والله غير صح ربي رحيم رحمته هو سعاد كل شيء الا تعديله فواحده تساليني واه يا انا نتزوج بعشره وكاين عشره يقبلوا بيا انت واش دخلك انت الله يسهل عليك حاجه خاطيتك الدين هذا يا طفله يا طول راه كاينه حضره فيها زوج شبار وتتلحي فيها ويرموك بالتراب يدفقوا عليك كاميو تاع تراب يوجين تاع تراب يقولوا الرجال متضاربين بالبارا شكون يرمي عليك التراب خافي مولاك يا لعبي غيسك تاعك ما كثرش تبكي تبكي شيوعيه انا شيوعيه الشيوعيه في بلادها عبزت خلاص كولات شيوعيه عرض الدروازه كولات شيوعيه
يلا لا تربحكم الله يهديكم. واش يسموها الطفله ذي؟ عويشه كيف عويشه؟ ها يا شهد عليا يا ربي. هابطه هابطه زوج هابطه 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 يا بويي يا بويي الا تعديلو. اطلق علي يا حسين. واش قاعد حسين طاطا فوت نساتني يا حسين؟ سجل طوبه نساتني في القنية تاع شكيب خالي اللي كتبتها له نغنيها ولا غلا غنيتها خير برنامج تاعي وعندي 30 دقيقة وراني في بلادي حر. خلاص عندي قنية كتبتها لشاكيب خليل. خليني بهنا ننسى عويشة هذه فكرني بها يا عويشة. لا لا مش عويشة. يا 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 شاكيب وقول لي واش راح تجيب وصي الشيخ بالقبة يبدل البترول حليب. يا يا شاكيب قول لي واش راح تجيب وصي الشيخ في القبة يبدل البترول حليب. يا واش داك اي تحكم في صون اتراك مسكينة رجعتك الخربة الشعب يشوف فيك غريب. يا واش داك تحكم في صون اتراك رديتو هاك الخربة الشعب يشوفك غريب. شاكيب هكذا بها ننسى عايشة كي نقني هكذا ننسى عايشة. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي شو جي واحدة أخرى أكثر من عايشة. يا ويلي ويطلق يطلق أستنى الوراق يطارو ما تكوبيش. ها يا أستنى يا سيدي وين شكون هذا؟ يا خلي الوراق هذيك وشكون هذا ها قول لي. يا خلاص كاين واحد ستار اكاديمي ولا فويس وبيبيو اسمهم الحان ستار اكاديمي ذا فويس عرب جيجول اسمه عرب ايدول عرب ايدول تاع هذيك تاع هذيك سميها لي احلام تاع الامارات. ناويه لك على نيه بس انت اصبر شويه ناويه. هاي هذه العرب فرحانين غير تمهبيل احلام ناصي عقرب شاخ بعض شاخ بيت والو. المهم عدنا واحد الطفلة منا يسموها سهيلة بالأشهب حبت تولي هني نجمة كيما هذا النجوم تاع شاخة باطي شاخة بيطي لا روي. راحت لبنان بلاد الحب والفن عرب ايدول بلاد بلش بدك يا عيوني بلش. المهم راحت تما في ستار اكاديمي ولا يسموها ياه ستار اكاديمية اخر اللي بدي خلينا كيف كيف يوم غايك فوتوكوبي يا سيدي. وبعد قال لك طاحت تكسرت وخسروا النقاط باش يحركوا المشاعر تاع الجزائر يفوتوا عليها. وبعد جات في المطار استقبلوها استقبال تاع يا سيدي انا وقت ندورها قلنا وبلا يستقبلوني يا نذير شوف لي كاش بلاصه ثاني قني بها وخلاص يا اخي عندي صوت لا فوا. اطلق لي الفيديو تاع سويلة بلا شاب كيما جات من القناة من لبنان من بيروت بلاد الله. اطلق واتوتري سويلة واتوتري ايه تحيا الجزائر اربطوا العلا اربطوا يا طفل اربطوا العلا سهيلة. يا استنى كاش خاتم نرميه ولا كاش حاجة يا استنى خلاصة هذه هي سهيلة اللي راح تطلع الفويز في لبنان في بيروت ابلش بدك يا عيوني بدك بدك يا عيوني وهلل لا لا تشتي انا ذي الغنى يا العفريت اسمعوا النووي والله ما يظلم. انا جبت لكم فيديو كما استقبلوها وقلنا يا ودي هذا الشيء لا يليق لانها ما دارت والو راحت قنات في لبنان وجات كاش ما خدمت صوارخ كاش ما نفعت البلاد. كاين الناس يقول لك طلعت الاعلام طلعت الاعلام يا استنى تشوفوا كيفاه طلعت لكم الاعلام اطلق لي كيفاه طلعت الاعلام اطلق. والله اكبر الله اكبر الجزائر تحيا. ها يا يحيى الرئيس سهيلة مكورير من سهيلة احبس احبس يا وشوني واكهر يا والويسكي يا والريكار والباستيس احبس لبنان ها يا
زي عاودي الله اكبر الله اكبر قدامه كيسان تاع الباسطيس تاع جوني واكير هذاك اللي راك فوق العواد يضرب فيه من المطرك جوني واكير الله اكبر الله اكبر يا سيدي يا سوينا يا سوينا يا صحيتو صحيتو طيب هوا هوا رديتو مزار الشمعة ولا ما رديتوهاش الله اكبر الجولان رديتوها ولا لا لا يحيى احبس احبس يا اخو احبس يا فهمتوا عليها فهمتوا عليها كم شتاع يهود 15 مليون يهودي ما يلحقوش 14 مليون و800 على بالكم دايرين كارت غريز بالماتريكول اليهود محسوبين بالواحد وعندهم لابيس باش ما يتبحروش باش يحنوا على بعضهم علاه العرب ولاو هكذا علاه الجولان راحت ومنزل الشبعة والقدس راحت واشكالون وبارشايفا بير السبع ولاد بارشايفا وعسقلان ولاد اشكالون والخليل ولاد هبرو ويا ودي اسكت برك تخلطت ودرونت علاه من هذا ابلش يا عيوني اديو كلش اليهود استعملوا كلش ها طلع الاعلام طلع على بالي ما كاين بزاف يزعفوا مني يا خبطوا رزاق مع الحياة يا وانا نقولها النوي يقولها هابطة هابطة اطلق عليا هابطة اس طوب تي طوبة كان واحد القضية النهارات راه مشي على النار وكان بلا ما ندخل لكم التفاصيل العديان وطرطق لنا واحد منه واحد منهم من المروك وتاع الخليج وقال منا فرحات مهني وفرانس فانتكات وابدو عديان ياسر على الجزائر هذه كل ما نتلموش نقولوا يد واحده ولا غلا كلاونا هذا فرحات مهني هذا اللي متبرين منه القبائل الاحرار تحيه الامازيغ الاحرار يا سيدي ناظر على روحك ناظر في الرزيدي ناظر في الام سي بي ناظر في سميها لي في اللفافاز ناظر على روحك في حزب تاع عمارة بن يونس ناظر على روحك فرحات مهني الماك الاستقلال ابوي استقلال بس نقولكم حاجة اللوم موش عليه هو اللوم علينا احنا اطلق لي الفيديو هذا اطلق شوف شوفوا الشرطة ويا الدرك ويا ها يا المخابرات شوف ها في وسط لافيل عاود 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 لي عاود ما يشوفوا ما يقولكش انه رايك مهبل شوف ها وراكم ها ها شوف الاعلام تاع الجدود شو هذا شوف ها 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 وراكم ابوي وراكم ها ذاك النهار في الضربه هذيك تاع واحد الماتش واقيل ماتش يا اخي كيما الجماعه اعلام ربطوا به ترونسبور دخلوا واقيل الحبس ولا شحال من عام وراكم ابوي يا وتحركوا هذه ما نقبلوهاش يا وراكم خالصين ابوي يا الشرطه يا الدرك واقيل طلعناكم خلاص قلتوا واقيل حاكمه يا وتحركوا يا ما نقبلوش يا وراكم خالصين هذه الممارسات ما نقبلوهاش لا اله الا الله محمد رسول الله الهضره تتلف والله العظيم ما تعرفش تهضر كاع الاعلام في الارض تحيه الى الامازيغ الاحرار الاحرار معاقل الاسلام والرجوله هذو افراد مساكن الله يهديهم ما جايب يخبر شام يديروا ولكن كاينه حاجه نهضروا عليها هذا الشيء يتسبب فيه اللي يتسبب فيه الذيابه هذه خدمه الذيابه دير هكذا الذيابه هما اللي خلاو المنكر تاعهم والفساد تاعهم والعوج تاعهم هما اللي خلاو الافكار المسمومه تدخل في الريسان تاع الشباب يا ذيابه علاش راني نقول لكم يا ذيابه خافوا مولاكم رحت لبومرداس ورحت تحيه الناس بومرداس ورحت العين دفله اقسم لك بالله غدا بعد تبكي من الفساد اللي فيها من الذيابه وراني دار ملف على بومرداس للسيده الوليه زرهوني خطره جايين عاقبوا لك وعين دفله ثاني
عين دبلة كان واحد الوالي يسميه اللي راه وزير عبد القادر القاضي كان في عين دبلة واحد المرسو تاع تراب داروه شنو انستيتي قال لك نديرو كما حتى بالمناسبه الناس عين دبلة تحياتي قال لك نديرو انستيتي نديروه في نديروه تاع الانجينيور تاع الطرابو بيبليك في بوزاهر في عين دبلة واحد الفيرما ثم ريبوها ومشات الامور راحت بدا القاضي راح الغليزان جاوني واحد اخر موراه تقلبت داروه بور سياحه وتقلبت كاع بيناتهم ودخلوا بها غيابه دخلوا ومن بعد سيدي عاود ولا قاضي وزير الاشغال العموميه لقى هذاك الاخر قلبوه الذيابه عاود ردوا هذه ايش بدنا حكايه شفت انا انخلعت وراني فكرتني قاضي هذا وين يروح يتبع واحد الوالي يسموه درفوف تحيه الناس غليزان رافي غليزان يا بويا وريك لرواحكم هاو تفاهموا وعلى ديروا هكذا بو مرداس ثاني خاليه لك ليراج خاليه في العقار خاليه في التراب وفي بليك مهروده في كل بلاص كانت اجمل ولايه ولات ما نهضرش كاع الولايه تروح ليها تنسيك بالاخرى انا السيده زرهوني هاو تحركي رامي قلطو فيك الذيابة خرجي تشوفي العجب المهم راح نوافيكم بتقارير مفصلة وبالأدلة يا ذيابة الإعلام السبة تاعو الذيابة أنا نحمل المسؤولية للذيابة أطلق عليا حسين أطلق ما كانش طالع اليوم الدنيا قاع هابطه هاوكي هبطنا الاعلام كش ما قاعد تطلعوه قوالو كي عاد الاعلام يهبط ويتلاح يا ودي انا كي نقول شوفوا نعطيك هاو دليل هاو دليل جابوه لنا جاب باش تعرفوا باسمع اطلق لي الرجال اللي دائما نتحيم يقول لك اطلق هاو ليك امازيغي حر راه في الحدود في عرس الحدود هاو يمثل مؤسسه اطلق شوف مرانا لازم تنعس مرة لازم يني لي كل مكان مش كذا تبوث النموذج في الشهداء بزاف الله لازم نعس من كل جهة وهذا من الواجب تاعنا الواجب النغ لازم يني لي مكان لازم تجور سير الفلاس وهذه هي ورانا هنا يا من أمازيغ الأحرار أدي الواجب تاعنا يموت على جل البلاد وكما ضحوا عليها موت بالقنطة يا مرحات مهني معالجة لها رانا احنا ثاني نكملوا في المسار ها رجالة مستفين يحموا في الوطن مش جماعة البوليتيك تاع الخرطي غير الكذب والكذب غير الكذب ذيابة اطلق لي فيسبوك يا عزيز اطلق وقال عن حبس يعني هذه الخدمة يا الله العظيم https://www.facebook.com مطرق مايل وحده طالع حابط مطرق مايل وحده هذا الفيسبوك تاع النووي اتصلوا بيا انتقدوني افشكروني ادعولي فكرني العزايز والشيوخه ادعولي تزاونيش كل ما تصلي يا العزوج يا خالتي الزينه ادعيلي يا الحاج كل ما تصلي ادعيلي هذه هي انا واش نطلب منكم واش خلاص الوقت نهايه ايه خليني نقول واحد الكلمات برك القضيه تاع رمضان اللي هضرنا عليها هذاك النهار راه متجاوبوا معنا الاخوه ورانا مزلنا نطرح عليكم الانشغال ان شاء الله رانا راح نوجدوا لكم طالع حابط حاجه زينه في رمضان بمناسبه الشهر الفضيل ان شاء الله ربي يجعلنا من صيامه قيامه يغفر كاع للامه جميعا ان شاء الله هذا الشهر يتوبوا فيه الذيابه ان شاء الله الذيابه يتوبوا بصح ما يتوبوا ما والو يصلوا التراويح الذيابه ويصبحوا رقود يسرقوا في الميزان ونهار العيد يعيدوا ومن بعد يدوروا ويخرجوا لهم النيبان مور العيد يا خميس ابيض ايه على بالنا الذيابه يا خويا الذيابه يجيبوا غير الماركه في رمضان وفي العيد يلبسوا غير قريبه ذيابه عندهم الشكاره يا ايه والسبحة ذاني ولو يسبحوا المهم خلينا من الذيابة في رمضان نحكوا عليهم الذيابة تاع رمضان المهم قلنا رمضان الحصة ان شاء الله
رانا نسمعوا في ارائكم، قولوا لنا وقت نديروا هاكم، مور الفطور قبل الفطور مور التراويح، واش من وقت يعجبكم نديروا هاكم. هذه هي، انا راني في خدمتكم، في خدمه وطني العزيز وولائي لله وللوطن، ماني متحزب ماني مسيس ما والو. هذه هي النوي بير تي في. الحصه تاع اليوم سينا بالك شمال راني نسيت هضرنا زكيه يا سيدي. دوك انا التقنيين هذو حبوا يستعمروني هذا البرنامج، دوك انا كي نكمل ندي لا ماتير نديها لزكريا سليماني من بلديه واد حربيل من المديات. عيا الناس واد حربيل راهم يشوفوا في النووي في القهاوي. زكي هذا دوك يلقى لك من حاله. تحيه لزكي باش ما يزعفش عليا. وينه الحمايه المدنيه يا سيدي؟ دوك ندوروها تبراح ولا كي. جماعه الهبيري، جماعه الهبيري الحمايه المدنيه، وثاني جماعه التكنيك اللي راهم صاهرين على البرنامج، حسين وسبيم وهشام والرباعه كاع والتكنيسيان كاع. والنوي تحيه ثاني للنوي بير تي في لينا يا ليابا. المهم وتحيه للناس اللي من القربة راهم يراسلونا من اسبانيا من ايطاليا من المانيا من كل بقاع العالم. الجزائر خوتنا الاحباب اللي راهم في القربة، ان شاء الله نستنوا فيكم في رمضان. روحوا تصوموا عندنا، يروح تضربوا الشخشوخه وتضربوا الزفيطي تضربوا الدباره تاع البلاد. خطوكم من القربة روحوا استثمروا، ان شاء الله نقضوكم على الذيابة وجيبوا لنا الاورو والدوفيس وديروا لنا مصانع هنا ونسقموا البلاد. هذه هي. المهم الى هنا الى هنا ينتهي لقائي بكم اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واطلق يا حسين راضي الله يرحم والديك. هذه كيما انا تكلختي البارح، كنت في بومرداس وعين الدفلات تكلختي، جبتو هدرتو معها حوارة يا سيدي. انا والله وجد بيدي والله ما تفوتها. هي انا اللي خلط لي في الدين، شوف انا اللي خلط لي في الدين. شوف عندي ولا لله ولا الوطن، اللي خلط لي في الدين ولا خلط لي في وطني والله يكون بوي والله ما نرحمه. كون جات بيديها والله ما تفوتها. اسمعوا ايش راهي تقول، اسمعوا. لا لا عويشه كيف جرى بهنا عويشه والحراس. اطلق شو عويشه اطلق. في قضية تعدد استاذة قضية التعدد انتم لا انظرت هذا ضد. ونقول لك علاش هذا الشرع يا سيدتي. اسمح لي هذا الشرع، نجاوبك على هذا الشرع، نجاوب لك هذا الشرع. وبشروط علاش ما يقولوش الشرع؟ نو نو دابوغ النص القراني يقول فواحدة ان خفتم الا تعدد. الله اكبر ولن تعدد. الله اكبر ما كاش. هذه من جهة، من جهة لازم ما نكذبوش على الناس، خاطر حنا نعرفوا الدين خير من هذو اللي تجربوا الدين. عبس تعرف كيف تعرف الدين خير من الناس اللي يهضروا؟ ابوي تعرف الدين. اطلق وش تقول؟ راه جا الاسلام لما جا في وقته كانت جاهليه، وتعدد الزوجات راه ممارسه جاهليه. الاسلام حدد بقصد من هذا هو. احنا نتفاهموا العربيه، نتكلم العربيه. يقول وان خفتم ان لا تعدلوا فواحده ولن تعدلوا، معناتها تعجيز، معناتها وحده. هذا هو الاسلام، ماشي هو اللي جاب التعدديه. ما تكذبوش على الناس. والله ابو جدير والله الطبراني الاسلام جاي ينظم هذيك التعدديه، يقلص فيها حتى للمنع. وهناك اشكال خاطر هذه ممارسات جاهليه ما جابها لا الاسلام لا المسيحيه لا دين واحد اخر. يعني هذه نورمالمون يدخلوها في مقارنه الاديان في الشريعه. والله هذا دين جديد راني نسمع فيه. ابوي يا عويشة يا عويشة عويشة، ابراهيم عليه السلام تزوج بهاجر وسارة يا عويشة. محمد عليه الصلاة والسلام خير خلق الله تزوج وقيم 14 يا عويشة. اسحاق زوج وقيم 3 يا سليمان عشرات عشرات وقيل 80 و 90 مرأة. وابراهيم زوج سارة وهاجر ويعقوب يا عزرة يا عويشة. جيت يا في الدوميسيز سيز جيبي نادي الجديد ألا تعدلوا فلا تعدلوا. ما علمكش الآية كيما دايرة، أنت تعرفي العدل أنت تحاولي تتابعي قضائيا. تابعيني أنا قضائيا، أنت جاهلة ما تعرفي والو، ما تعرفي لا الشرق لا الغرب. يا روحي نعلمك انا، نقريك فلسفه الوجود، نقريك مقارنه الاديان، نقريك حكمه خلط مزج الماده بالروح. الا تعدلوا. هذه الايه هذه
صافي انت على حسب كلامك ابن كثير والطبراني وابن ماجه والجماعه الصحابه كاع ما كانش انت برك صرا لك كي بوك روح جبنا بقله جديده يا بويي ياي والله غير صح ربي رحيم رحمته هو سعاد كل شيء اللي تعدينه في واحدة تساليني وا يعني نزوج بعشرة وعكين عشرة يقبلوا بيا انتي وش دخلك انتي الله يسهل عليك حاجة خاطيتك الدين هذا يا طفلة راكينا حضرة بها زوج شبير وتتلحي بها ويرموك بالتراب يدفقوا عليك كاميو تاع تراب يوجين تاع تراب يقولوا الرجال متضاربين بالفراش كل يرمي عليك على التراب خافي مولاك يلعبي غيسك تاعك ما كثرش تبدي تبكي شو يعيه في بلادها عبزت خلاص كولات شو يعيه عرض الدروازه كولات شو يعيه يلا لا تربحكم الله يهديكم وش يسموها الطفله ذي عويشه كيف عويشه ها يشهد عليها يا ربي هابطة زوج هابطة يا بويي الا تعدي له اطلق علي يا حسين وش قاعد يا حسين طاطا فوت نساتني يا حسين سجل طوبة نساتني في القنية تاع شكيب خالي اللي كتبتها له نغنيها ولا غلا غنيتها خير برنامج تاعي وعندي 30 دقيقة وراني في بلادي حر خلاص عندي قنية كتبتها لشكيب خليل خليني بهنا ننسى عويشة هذه فكرني بها يا عويشة لا مش عويشة اي هذه داخلية من الداخل تحرك بيك وعند النووي يا بن حمو هابط عند النووي وعلاه بكري ما هدرش الهدرة هذه تلعبوا بينا حسبتونا بوبيات تلعبوا بينا اطلق علي يا حسين اطلق خي قلت لك بالحمو ما تعقوليش الاول نتقلق ونحط ندقدق الفيوزة قلت لك خليني من التالي اطلق علي الصخجية هذه ثانية كاني كيف معروفة لواحد الدرجة يا ودي ولا معروفة في افريقيا يا شكيب خليل انا والله سنصارحكم والله ماني شاتين هضر عليه راني حاب ننساه صراحة شكيب خليل حاب ننساه حاب نديه في الماضي وننساه ونتهنى ونروح نشوفوا الجديد المستقبل يا ولد نبقاو شادين غير شكيب خليل نافونسي باللور شكيب خليل باتينيو بلاصتنا يا خلاص درتوا اللي درتوها وتفرق السوق روحوا ونتلاقوا غدوة عند ربي وخلاص شكيب خليل دوكا كل سمانه معروض في زاويه كل سمانه يطرطق لنا في زاويه يلبس البرنوس الابيض ويهضر ويصرح ماشي انا ما قلتش باللي ماهوش من حقه من حقه بصح يا ودي هروح بعدنا عليها خلينا نريحوا ترونكي لشكيب وعليه الخرجه التاليه ذي وقال دار تصريح البارح ولا بلعب اطلق لي شو شكيب خليل شنو يقولها ولكن ما فيها اي اتهامات ما فيها اي شيء يعني قضائي ضدي يعني في اي بلد صح في الكواغط والله والو صح في الكواغط ما كان حتى دليل ما كان والو هذ الناس قاع راهم ظالمينك الشعب قاع راه ظالمك اطلق شو قضيه يعني في هذا الاطار و ما يعني طالب اي يعني عمل احبس يعني ماني طالب اي عمل هاو روح بعدنا والله تحوس نعطوك لونساج ماشي لونساج اش تاع الشيخوخه لونساج الشيخوخه نعطولك لونساج ولا غنعطولك هي راه بعدنا شكيب على اساس كيما راه بعدنا خلينا ننساوك حجمتك بربي اطلق شو زيد يقول يكون سياسي او شيء ولكن يعني مستعد لاساعد يعني البلد الى مطلوب لذلك هذا اللي اقدر اقول احب شوف انا نعطيك نصيحه كمواطن جزائري ديجا انت الهضره هناك تهضرنا لبناني ما عرفناكش لا من مجده ولا تلمسان ولا امريكاني ولا تكساس ولا تلفها هنا كاع
شوف معليش تراك جزائري ما عليناش ما ندخلوش في التفاصيل. حبيت تخدم الوطن نعطيك نصيحه من القلب والله العظيم بكل احترام، روح بعدنا، روح تخبى في دارك ما تبانش يا سيدي ما تبانش كي يروح تروح تروح للزوي تخبى في برنوس روح تزور الولياء والله يسهل عليك. علاه تعطي لهذا الوهج والصدى الاعلامي وتولي الناس تتبع فيك ودي راك ديرنا بالفتنه؟ واحد يقول واحد يقول شاكيب خالي الابيض، واحد يقول لا راك حل، واحد يقول شاكيب خالي، علاه ديرنا؟ مالناش لادين بيك، عندنا حوايج اهم. روح بعدنا، حاب تخدم الوطن؟ روح تخبى. روح تخبى بعدنا. شاكيب خليل هابط هابط اطلق عليا اطلق. احبس خليني اعطيني نسجلها. اسمع يا جماعه يا جماعه الخير نفهمكم مليح. كاين القدر الباور القوه، وكاين العداله، العداله عندها قوه، وكاين القوه تاع الراي العام. الراي العام ما يعرف لا 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 باور لا دراهم لا يديك لا يجيبك. الراي العام لا سكنت له حاجه في الراس خلاص ما تقدرش تغيرها له، وبعد تغيرها له لازم لك وقت، والوقت ماهوش لا ماناش لاتين بهذه الامور، عندنا حوايج اهم. نبقاو حنا دوكا شاكيب خليل صنع تراك، شاكيب خليل صنع تراك، شاكيب خليل قال، شاكيب خليل راح للزاويه، راح منا، شاكيب خليل راح للزاويه، ادي له الطعام، شاكيب خليل بزبرنوس، شاكيب خليل، شاكيب خليل، هاي هاي هاي، هاي خلونا نريحوا ترانكيل، خلاص طبق علينا. الجزائر فيها 40 مليون سبع، ولا 35 ولا شحال من سبع، يطلعوا الماء العقبه، الله رولاف. كاين غير شاكيب خليل، شاكيب خليل، شاكيب خليل، تقول ملح ولا سكر في القهوة، لازم. يا تطلق عليا يا حسين اطلق. هذه صخشية. يا ودي واش نقول يا حسين هذه صخشية وشنو؟ عويشة، عويشة بختي. ليه لا بصح واش تكون هذه محامية ولا حقوق الإنسان ولا حقوق الطفل؟ والله مناقش منظمة هذه راه هذه مين طحتوا عليها مين جبتوا هذه؟ مناضلة فاه مناضلون بلا عنوان مناضلون هذه واش يا شاكيب وقول لي واش راح تجيب؟ وصي الشيخ بالقبة يبدل البترول حليب. يا شاكيب قول لي واش راح تجيب؟ وصي الشيخ في القبة يبدل البترول حليب. يا واش بداك اي تحكم في صون اتراك مسكينة رجعتك الخربة الشعب يشوف فيك غريب. يا واش بداك تحكم في صون اتراك رديتو هاك الخربة الشعب يشوفك غريب. شاكيب هكذا بها ننسى عايشة كي نقني هكذا ننسى عايشة. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي سوجي واحدة أخرى أكثر من عايشة. يا ويلي ويطلق يطلق أستنى الوراق يطارو ما تكوبيش. ها يا أستنى يا سيدي وين شكون هذا؟ يا خلي الورقة هذيك معايا وشكون هذا؟ ها قول لي. يا خلاص كاين واحد ستار اكاديمي ذا فويس وبيبي اسمهم الحان ستار اكاديمي ذا فويس عرب جيجول اسمه عرب ايدول عرب ايدول تاع هذيك تاع هذيك سميها لي احلام تاع الامارات ناوية لك علانية بس انت اصبر شوية ناوية. هاي هذه العرب فرحانة غلت مهبيل احلام ناصي عقرب شاخ باطل شاخ باطل والو. المهم عندنا واحد الطفله منا يسموها سهيله بالاشهب حبت تولي هني نجمه كيما هذا النجوم تاع شاخبات شاخبات الى روي راحت لبنان بلاد الحب والفن عرب ايدول بلاد بلش بدك يا عيوني بلش. المهم راحت تما في ستار اكاديمي ولا يسموها ياه ستار اكاديمية اخر اللي بدي خلينا كيف كيف يوم غايك فوتوكوبي يا سيدي. ومن بعد قال لك طاحت تكسرت وخسروا النقاط باش يحركوا المشاعر تاع الجزائري فوتوا عليها. ومن بعد جات في المطار استقبلوها استقبال تاع يا سيدي انا وقع ندورها قلنا وبلا يستقبلوني يا نذير شوف لي كاش بلاصه ثانيه قني بها وخلاص يا اخي عندي صوت لافوا
اطلق لي الفيديو تاع سويلة بلا شاب كيما جات من القناع من لبنان من بيروت بلا بلا اطلق واتوتري سويلة واتوتري تحيا الجزائر ارفضوا العلا ارفضوا يا طفل ارفضوا العلا سويلة يا استنى كاش خاتم نرميه ولا كاش حاجة يا استنى خلاصة هذه هي سويلة اللي راح تطلع الفويز في لبنان في بيروت ابلش بدك يا عيوني بدك بدك يا عيوني وهلل لا لا تشتي انا ذي الغنى يا العفريت اسمعوا النووي والله ما يظلم انا جبت لكم فيديو كما استقبلوها وقلنا يا ودي هذا الشيء لا يليق لانها ما دارت والو راحت قنات في لبنان وجات كاش ما خدمت صوارخ كاش ما نفعت البلاد كاين الناس يقول لك طلعت الاعلام طلعت الاعلام يا استنى تشوفوا كيف طلعت لكم الاعلام اطلق لي كيف طلعت الاعلام اطلق والله اكبر الله اكبر والجزائر تحيا ها يا يحيى الرئيس سهيلة مكورين من يا سهيلة احبس ها احبس يا وشوني وكر ها يا والويسكي يا والريكار والباستيس ها واحبس لبنان ها يا اطلق اطلق بلش بلش يا عيوني هون 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 طيب هوا هوا يا عودي تحيا الجزائر عودي الله اكبر الله اكبر قدامو كيسان تاع الباستيس تاع جوني واكير هذاك اللي راك فوق العواد يضرب فيه من البطرك جوني واكير الله اكبر الله اكبر يا سيدي يا سوينا يا صحيتو صحيتو طيب هوا هوا رديتو مزار الشمعة ولا ما رديتوهاش الله اكبر الجولان رديتوها ولا لا لا يحيى احبس احبس يا اخو احبس يا فهمتوا عليها فهمتوا عليها كم شتاع يهود 15 مليون يهودي ما يلحقوش 14 مليون و800 على بالكم دايرين كارت غريز بالماتريكول اليهود محسوبين بالواحد وعندهم لابيس باش ما يتبحروش باش يحنوا على بعضهم علاه العرب ولاو هكذا علاه الجولان راحت ومنزل الشبعه والقدس راحت واشكالون وبارشايفا بير السبع ولاد بارشايفا وعسقلان ولاد اشكالون والخليل ولاد هبرو ويا ودي اسكت برك خلطة درونت علاه من هذا ابلش يا عيوني اديو كلش اليهود استعمروا كلش ها طلع الاعلام طلع على بالي بلي كاين بزاف يزعفوا مني يا واخا بطولي صارك مع الحياة يا وانا نقولها النوي يقولها هابطة هابطة اطلق عليا هابطة طوق تيتي طوبة كاين واحد القضية بالنهارات راه مشي على النار وكان عبد الرحمن تقول لك من التفاصيل العديان وطرطق لنا واحد منه واحد منه من المروك وتاع الخليج وقال منا فرحات مهني وفرانس 24 وابدو عديان ياسر على الجزائر هذه كل ما نتلموش نقولوا يد واحدة ولا غلاونا هذا فرحات مهني هذا اللي متبرين منه القبائل الاحرار تحية الامازيغ الاحرار يا سيدي ناظر على روحك ناظر في الارزيدي ناظر في الام سي بي ناظر في سميها لي في الافافاز ناظر على روحك في حزب تاع عمارة بن يونس ناظر على روحك فرحات مهني الماك الاستقلال ابو هي استقلال بصح نقولكم حاجة اللوم مش عليه هو اللوم علينا احنا اطلق لي الفيديو هذا اطلق شوفوا شوفوا الشرطة ويا الدرك ويا ها يا المخابرات شوف ها في وسط لافيل عاود 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 لي عاود باه يشوفوا ما يقولكش النووي راه يتمهبل شوف ها وين راكم ها ها شوف الاعلام تاع الجدود الشهداء شوف ها 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 وين راكم ابوي وين راكم ها ذاك النهار في الضربه هذيك تاع واحد الماتش واقيل ماتش يا اخي كيما جماعه اعلام ربطوا به ترونسبور
دخلوا ما قال الحبس ولا شحال من عام. وراكم ابوي ياو تحركوا هذه ما نقبلوهاش ياو راكم خالصين ابوي يا الشرطه يا الدرك وقيل طلعناكم خلاص قلت واقي الحاكمه ياو تحركوا ياو ما نقبلوش ياو راكم خالصين هذه الممارسات ما نقبلوهاش. لا اله الا محمد رسول الله. الهضره تتلف والله العظيم ما تعرف واش تهضر كاع. الاعلام في الارض. تحيه الى الامازيغ الاحرار الاحرار معاقل الاسلام والرجوله. هذو افراد مساكن الله يهديهم ما مشي بيخبر شام يديروا. ولكن كاينه حاجه نهضروا عليها. هذا الشيء يتسبب فيه ذا يتسبب فيه الذيابه. هذه خدمه الذيابه ديرها هكذا. الذيابه هما اللي خلاو المنكر تاعهم والفساد تاعهم والعوج تاعهم هما اللي خلاو الافكار المسمومه تدخل في الريسان تاع الشباب. يا ذيابه علاش راني نقول لكم يا ذيابه خافوا مولاكم. رحت لبومرداس ورحت تحيه الناس بومرداس ورحت لعين دفله اقسم لك بالله قاعد تبكي من الفساد اللي فيها من الذيابه. وراني دار ملف على بومرداس للسيده الواليه زرهوني خطره جاي نعاقبوا لك. وعين دفله ثاني عين دفله كان واحد الوالي يسميه لي اللي راه وزير عبد القادر قاضي كان في عين دفله واحد المرسو تاع تراب داروه شنو انستيتي قال لك نديرو كما حتى بالمناسبه الناس عين دبله تحياتي قال لك نديرو انستيتي نديروه في نديروه تاع الانجينيور تاع الطرابو بيبليك في بوزاهر في عين دبله واحد الفيرما ثم ريبوها ومشات الامور. راحت بدا القاضي راح الغليزان جاوني واحد اخر موراه تقلبت داروه بور سياحه وتقلبت قاعو بيناتهم ودخلوا بها ذيابه غيابه دخلوا. ومن بعد سيدي عاود ولا قاضي وزير الاشغال العموميه لقى هذاك الاخر قلبوه الذيابه عاود ردوا. هذه جبدنا حكايه شفت انا انخلعت وراني فكرتني قاضي هذا وين يروح يتبع واحد الوالي يسموه درفوف. تحيه الناس غليزان راه في غليزان يا ابوي هاو ريقلوا رواحكم هاو تفاهموا وعلاك ديروا هكذا. بومرداس ثاني خالية الكليراج خالية في العقار خالية في التراب وفي بليك مهرودة في كل بلاص. كانت أجمل ولاية ولات ما نهضرش كاع الولاية اللي تروح ليها تنسيك في الأخرى. أنا السيدة زرهوني هاو تحركي رامي قلطو فيك الذيابة خرجي تشوفي العجب. المهم راح نوقف الحمد لله على هذه الساعة الزينة الميمونة كثر خير ربي واللي رانا حيين ونشوفوا بعضنا وشي خير من شي. مباشرة قبل ما حسين الفيسبوك نولي نبدا به بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ومرحبا بكم والفيسبوك ديريكت حاطك لي الفيسبوك. طلعوا شوية طلعوا جماعة على ديفيزيون بلال وباسم الصطيفية اللي راهم حاكمين البث. تحية الناس الصطيف راهم يحقروني تحية ليهم. اسمع نضرب لهم الشيتاء باهم يقطوا ليش الفيسبوك باسم وبلال وتوفيق. طلع هايلة الفيسبوك تاع الشيخ النووي https زوج نقاطع فوق بعضاهم زوج طارق مايلين www.facebook.com مطرق مايل طالع حابط مطرق مايل. هذا هو الفيسبوك تاعي الحقيقي. الناس راهي تشتكي تقول الفيسبوك والفيسبوك تاعنا احنا الصفحة راهي للجميع. انتقدوا قولوا واش حبيتوا ولكن هذاك الكلام اللي اكل على بالكم ما كان له. انتقدوني قولوا لي شيات قولوا لي مهبول قولوا لي خرج عقله سموني واش بقيتوا. سميني شرقي سميني قاربي سميني بلدي سميني بحري. انت تقول لي شرقي بلقي وانا نقول لك انا جزائري وانا نقول لك انا جزائري. هذه مليحه حسينه. المهم نبداو كما عودناكم ب
فيديوهات تاع جيش النووي العظيم هذه راهم دايرينها قصرى واقيلا الجماعة قال لك راه يتمهبلوا كاع يا هذو البراء ان شاء الله هما اللي يخرجوا بكم يا ذيابة رانا نربوا فيهم باش يصيدوكم يا ذيابة الذئاب في كل مكان اطلق لي يا جيش النووي العظيم احبس علاه احبس مقتدى الصدر تاع العراق عنده جيش المهدي وانا تحجدوني هيا اطلق اطلق هابط طلع ها ست شهور وقيل راني بشوية بشوية غلا قال حق النهار الاول اقلب الطابلة اقلب الطابلة على الذيابة اقلب الى علب الذيابة اه يا ذيابة انا اقول لكم حاجة والله العظيم نور ما تشوفوا هذه الصور غيتحشموا انا نقول بلي ذيابة يتوبوا كي يشوفوا هذا الشيء يا جدكم وين تروحوا يا صراكم كيما هذاك تاع البحر وامامكم والعدو وراكم ايتها الذئاب اللئيمة هذو ذيابة نبداو اليوم يا حسين واش عندنا الاول يا ابن حمو تاع الكرامة عيد الكرامة والفداء يا عيد يا عيد أو هذا ابن حمو حزب الكرامة تعرفوه بلا ما نديرو الاشهار ونسميه وكاع خرج واحد الخرجة مكسب في البرلمان قال واحد الكلام ما كناش قاعدين نتوقعوه المهم سمعوكم الكلام تاع ابن حمو ومن بعد نعلقوا عليه ونفوتوه للبورصة قال لي اطلع ولا يحبط هيا اطلق لي ابن حمو اسمعوا مليح احنا كنواب ما كناش في الواجهة احنا كنواب وخاصة في الأحزاب الكبرى جينا باركوطا باسكو كاين اللي هنا افيك الاحترام وجونفي ديغولي اجوردي كاين اللي هنا راه موجود معنا في ليميسيك اللي مرتاه ما تفوتيش عليه وكان ماشي الكوطا كاين بعض المسؤولين كبار وبعض الوزراء لو كان ماشي الكوطا ولو كان ماشي الاداره ما يوصلوش البرلمان ولهذا اريتون دانسولتي لادمينستراسيون جو نو ديفون با لادمينستراسيون نحبوا شويه احترام للزملاء نعم نعم ما نحترمهم مي جو دي لا فيريتي سيد الرئيس المحترم واختم واختم تعرف واش خصنا في الجزائر واش خصنا في الجزائر واش خصنا في الجزائر ما خصناش القوانين برك خصنا الناس مخلصين خصنا الناس وطنيين خصنا الناس اللي ما جايش على كرشهم ما جايش على كرشهم انا بزاف اللي جاي على كرشه هنا بزاف اللي جاي من مسؤولين مسؤولين في المستوى احبس 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 عيد احبس احبس في الحقيقه الكلام تاع سي بن حمو كلام جميل جدا 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 20 على 20 كلام يعني قال كلام صواب وهنا يا جماعه احنا علاه درنا لكم الكلام تاع بن حمو باه نقولوا وشهد شاهد من اهلها ها بن حمو نايب رئيس حزب يشهد باللي جماعه قاع تاع كوطات ما كانش قاع الكفاءه وقاع همهم قاع جايين على كروشهم ذيابة بن حمو يشهد باللي كاين ذيابة بن حمو يا بن حمو هذا الكلام كيما كنا نقولوا لك فيه بكري كنت لا لا كنت تقولنا لا 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 يا وتقولنا راهي تو فابيا رانا ما كانش تزوير انتوما يا ايادي خارجيه وانتوما ما تزواوش انتوما اعداء الوطن ودركا يا بوي دركا انت تقول الكلام هذا ما ننتظرك انا نقول لك باللي راهي تحرك فيك